للتعليق تنضم إلينا سيدة نادية البزاز، المحامية والمستشارة القانونية. أهلا بك سيدة نادية. يعني هذه القضية، قضية اختفاء ومقتل سارة إيفرارد، أثارت غضب وصدمة كبيرة في الأوساط البريطانية بعد مرور أيام على بدء التحقيق ومثول المتهم اليوم للمحاكمة. هل تكشفت ملابسات هذه الجريمة وكيف جرت؟ بصورة ما نعم تكشفت، وحتى أظهرت الصحف تكلمت عنها، أيضا الوسائل الإعلام حطها كمان على المواقع الموجودة، إنه بس بصورة جزئية مو بشكل كامل. نعم. طيب، من المفترض اليوم تم تحديد موعد المحاكمة في 25 من أكتوبر المقبل، يعني كيف تنظرين إلى المسار القانوني لهذه المحاكمة وما المتوقع منها؟ يعني حتى يضرب به المثل وتبين أيضا الحكومة البريطانية أنه هي حكومة عادلة وما في حد أي تفرقة بالنسبة لأي شخص ما أمام القانون، فحتكون أنه أتوقع أنه حتكون بالعكس محاكمة عادلة، وأنه أيضا حتى تعتبر أيضا يعني تحاول انه الحكومه البريطانيه حتى انه تزيد انه وايضا تثبت للناس انه ما حدا الكل مساواه امام القانون. يعني هذا الحدث سيده ناديه اثار جدل وضجه كبيره في الاوساط البريطانيه على خلفيه يعني ما جرى. هذه المراه في الشارع تم الاعتداء وخطفها وقتلها، على الرغم من ان بريطانيا لها الصداره في توفير الحماية لدعم حقوق المرأة وقضايا العنف ضدها، إلا أن هناك العديد من الجرائم وتقارير تتحدث عن أعداد كبيرة من الأرقام التي تكشف حوادث العنف لها، تصل إلى ثلاثة، كل 3 أيام تقتل امرأة في بريطانيا. هل لك أن تحدثينا عن طبيعة وأعداد الجرائم التي تتعلق بالعنف ضد المرأة؟ نعم، طبيعة أوكي العنف الموجودة أو الجرائم أغلبيتها تكون يا أما تحرش جنسي أما الاعتداء الجنسي أو إنه العنف الأسري. فأغلبية 30% من الحوادث اللي ذكرتيها هي تكون من برا البيت، بس العنف الأسري تشكل 70% من الحوادث اللي تصير. وللأسف مهما تحاول الحكومة البريطانية أنه تقلص من هذه الجرائم، بس ما زالت بتزايد، وللأسف وخصوصا في عهد الكورونا. طيب، كيف تقيمين على ضوء ذلك تعاطي الحكومة وسياستها فيما يتعلق بهذه الحوادث لمنع حوادث العنف المنزلي؟ نعم، مثل ما خبرتك بصراحة تحاول إنه الحكومة البريطانية إنه تقلص من هذه الجرائم، بس عندنا كم مشكلة، إنه أولا قلصت أو خفضت ميزانية الشرطة، وثاني شيء إنه كثير من الحوادث لا النساء ما تروح وتبلغ الشرطة ما تستعلمها، وأيضا سبب الكورونا فتزايدت هذه العنف الأسري وتقلصت ميزانية الشرطة، وأيضا إنه البحث والتحقيق في هذه الجرائم. يعني هناك حراك الآن في مجلس لوردات، يعني تم التصويت بأغلبية 327 صوت مقابل 232 من أجل تعديل قانون العنف ضد المرأة. ما أهمية هذا التعديل؟ وكيف سيضمن إجراء هذا التعديل منع تكرار حوادث من هذا النوع وتوفير الحماية اللازمة للمرأة باعتقادك؟ نعم،
يعني مثل ما خبرتك هذه الحادثه اللي صارت، ونسبه التزايد اللي تصير خصوصا في العنف الاسري في زمن هذا الكورونا، فاضطرت انه لازم الحكومه البريطانيه تفرض وتشدد. فحتى رئيسه الوزراء اعلنت انه سوف تغير وتطرح قوانين جديده حتى تحمي المراه اكثر، وايضا انه تحاول تكون اكثر القوانين متصرمه وشديده بالنسبه للعنف تجاه المراه. اشكرك جزيلا سيده ناديه البزاز، المحاميه والمستشاره القانونيه.